اهلا وسهلا بيكم يا شباب، معاكم محمد الجمال من تيم 5 ميديكس، وهنتكلم النهارده باذن الله عن المحاضره الثالثه عندنا في الميديكال تيرمينولوجي مديول ميديكال سكول اورينتيشن. اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت عن البريفكس، وقلنا ان البريفكس بتيجي في اول الجمله وممكن نستخدمها لاكتر من حاجه، تقول لنا مثلا على بوزيشن، على دايركشن، على لون، على اي حاجه. اتكلمنا عن حاجات كتير جدا، انه تقريبا المحاضره دي بتاخدوها عندكم في الكليه على محاضرتين، تمام؟ هي تعتبر المحاضره اللي فاتت المحاضره الثانيه والثالثه، ودي تعتبر باذن الله المحاضره الرابعه لو احنا ماشيين بنفس النظام بتاع الكليه. هنتكلم في محاضرتنا النهارده عن حاجه اسمها ميتوال ريليشن، العلاقات المشتركه. شوفوا يعني انت اعتبرني كاني ما قلتش الاسم خالص، ونخش في الموضوع على طول. هنقرا شويه كلمات وهنعرف معانيها، وبعد كده هناخد شويه امثله. اول حاجه عندنا في كلمه اسمها هومو. هومو معناها سيم، يعني نفس الحاجه، تمام؟ عندك كلمة هيتيرو، هيتيرو يعني different، يعني حاجة مختلفة. عندك كلمة سن، ده كله ايه؟ دي كلها prefix، تمام؟ قال لك ان انا عندي كلمة سن، تمام؟ تيجي في الاول معناها together. طيب عندك كلمة this، دي معناها ايه؟ دي معناها بين او اي حاجة، يعني عالم سوء، بس هي اكتر حاجة اللي هي كلمة بتستخدمها ككلمة سوء، هناخدها بالتفصيل. عندك كلمة سودو معناها كاذب، يعني في حاجة عندكم خدتوها زمان اسمها سودو بوديا، يعني اهداب كاذبة، تمام؟ عندك كمان حاجة اسمها اوتو، اوتو يعني سيلف، تمام؟ تعال ناخد امثله، يعني الكلام مش واضح لما بناخد المعنى بس. تعال ناخد شويه امثله. قال لك ان انت عندك حاجه اسمها هومو. زي ايه؟ هومو احنا قلنا معناها نفس او نفس الحاجه ديت. قال لك ان انت عندك هومو زي هومو جينيوس. هومو جينيوس يعني متجانس يا جماعه، يعني حاجه بيكون ليها نفس التركيب ونفس الطبيعه، تمام؟ زي ايه؟ قال لك ان انت عندك في النواه بتاعت الخليه، لما بيكون شكل النواه كله نفس اللون، يعني الحته اللي هي نفس الحته اللي هنا كله نفس اللون ونفس الدرجه، دي بنسميها هيموجينس، تمام؟ عندك مثلا لما تبقى مثلا حته مثلا غامقه او حته فاتحه، هناخدها نفس حاجه برضو عكسها اسمها هيتيروجينيوس. هيتيروجينيوس، تمام؟ فانت عندك هيتيرو عكس هومو. هيتيرو يعني ايه؟ يعني مختلف، تمام؟ يعني دي بتكون مختلفه في التركيب والشكل بتاعها، يعني مثلا بتلاقي حته دي لون، حته غامقه وحته فاتحه. بحب اضربها بايه؟ بمثال السماء. السماء لما ما يكونش فيها اي غيوم بيكون لونها كله نفس اللون كده، لونها ازرق كده جميل، تمام؟ فدي بنسميها ايه؟ هيموجينيوس. عندك لو كان مثلا فيها شويه غيوم، حته مثلا فيها غيوم كتير بتلاقي ابيض وازرق وحته ما اعرفش ايه، فدي هتكون هيتيروجينيوس، تمام؟ طيب في جمله ثانيه اسمها ايه؟ هومولاترال. هومو احنا قلنا نفس، ولاترال يعني جانب، يبقى هومولاترال نفس الجانب، تمام؟ او ممكن تجي لك بمعنى ثاني حاجه اسمها ايبسي لاترال، دي برده معناها نفس الجانب. طيب عندك حاجة تانية اسمها سن. سن معناها توجذر أو وذ، يعني إيه؟ قال لك إن أنا عندي في حاجة اسمها سن داكتيليزم. سن داكتيليزم دي معناها إيه؟ إن في شخص مثلا، في ناس بيتولدوا بيكونوا الإيه؟ الأصابع بتاعتهم بيكونوا ملتصقين مع بعض، الصبع مثلا ده ملتصق مع ده، دي بنسميها إيه؟ سن داكتيليزم. عشان كده قلنا سن توجذر، يعني صبعين الاتنين إيه؟ لازقين مع بعض، تمام؟ طيب عندك ايه كمان؟ عندك في حاجه جمله مشهوره جدا هتسمعوا بيها كتير، عندك حاجه اسمها سينرجيزم. سينرجيزم دي معناها ايه؟ قالك بتطلق يعني اكتر حاجه يعني مشهوره فيها، قالك لو دواء او اورجانز الاتنين بيشتغلوا عشان يساعدوا بعض او يكملوا بعض في الوظيفه، دي بتسمح اكتر في الادويه. يعني انت مثلا ليه مثلا لما بتروح عند الدكتور بيديك مثلا دواء، يعني انت عندك حاله مرضيه واحده ليه بيديك دواء ودواء ودواء ودواء، يعني بيديك مثلا اكتر من علاج، لانه كلهم بيدعموا بعض او بيشاركوا مع بعض ان هم يوصلوك للحاجه ديت او يساعدوا بعض عشان يعملوا الافكت ده او التاثير ده. عندك حاله تانية دي مشهوره اكتر اسمها سندروم، دي متلازمه. متلازمه يعني شويه اعراض ثابته كده بتيجي كلها في مرض واحد، تمام؟ يعني شويه اعراض اجتمعوا مع بعض وبيدونا مرض واحد، دي بنسموها ايه؟ متلازمه او سندروم، تمام؟ طيب قال لك ان في حاجه عندنا اسمها ديس. ديس دي معناها بينفول، الم، او فولتي، عيب، او ديسيز، مرض، او باد، يعني حاجه سوء او حاجه سيئه، difficult، حاجة صعوبة. عندك مثلا كلمة abnormal، غير طبيعي، يعني this كل المعاني دي ممكن تيجي فيها. زي ايه مثلا؟ قال لك ان في حاجة اسمها dysphagia. dysphagia معناها difficult في السوالون، في البلع بتاع الشخص ده، يعني الشخص ده مش عارف يبلع الأكل، تمام؟ دي اسمها dysphagia. طيب dyspepsia. بيبسي يا جماعة فيه انزيم بيكون موجود عندك في المعدة بيهضم الطعام اسمه بيبسين، تمام؟ فdyspepsia دي حاجة ليها علاقة بإيه؟ بسوء الهضم، تمام؟ دي عنده صعوبة في الهضم. طيب عنده ايه كمان؟ قال لك ديسبينيا. خدنا بينيا معناها ايه؟ تنفس، يعني ده مش عارف يتنفس، عنده صعوبة في التنفس. طيب ديس يوريا. يوريا دي معناها يورينيشن، اللي هي عملية الايه؟ التبول، تمام؟ يعني عنده ديس يوريا. ديس يوريا يعني صعوبة في الايه؟ في التبول. تاني كلمة عندنا حاجة اسمها سودو. سودو معناها فرص، زي كلمة اسمها سودو سيسز. سودو سيسز يعني ايه يا جماعة؟ قال لك ليها برضه معنى تاني اسمها سودو بريجنسي، يعني حمل
كاذب. سيسس معناها بريجنسي، تمام. قال لك يعني ايه هي الحاله، ايه معنى كلمه حمل كاذب؟ قال لك ان الست مثلا بيحصل لها ايه نتيجه ان هي مثلا يعني عندها رغبه شديده ان هي عايزه تحمل، تمام. نتيجه مثلا ايه، مثلا هي مثلا عندها عقم، او مثلا جوزها بيخلفش او كده، يعني نتيجه لاكتر من سبب هي هتموت يعني ويحصل لها حمل، تمام. فده ممكن يؤدي عند الايه، قال لك ان ده ممكن يؤدي عند العلامات بتاعه الحمل، زي مثلا الست تبدا تتقيأ، مثلا عندك بطنها تبدا تكبر، الثدي بتاعها يبدا يكبر. فانا عندي المخ لما يشوف العلامات ديت يبدا يفسر الحاجه ديت ان هو ايه، ان ده حمل بجد، فيقوم جاي مطلع عند الهرمونات ديت، يطلع عندي مثلا هرمون اسمه الاستروجين، هرمون اسمه البرولاكتين. البرولاكتين ده يا جماعة ده الهرمون اللي بيساعد على عملية اللاكتيشن، اللي هي عملية الرضاعة، هو اللي بيساعد في التصنيع بتاع الايه، بتاع الملك، تمام. فانا عندي البرولاكتين ده لما يتفرز، يعني الست دي هتبقى حامل بكل، يعني كل علامات الحامل هتكون موجودة فيها، ما عدا حاجة واحدة، ان يكون جواها بيبي اصلا من الاساس، تمام. طيب ايه اللي عجب من كده؟ قال لك ان العمليات دي برضو ممكن تحصل عندك كمان في الرجالة. يعني ايه؟ يعني الراجل ممكن يحس ان هو حامل نتيجة ايه؟ نتيجة مثلا ان تكون مراته هي حامل، فهو بيتعاطف معاها، من كتر ما هو متعاطف معاها بقى حاسس بنفس العلامات بتاعة الحمل، بقى عنده مثلا قيء وعنده ما اعرفش ايه، كله نفس العلامات بتاعة الحمل برضه بتظهر عندك على الراجل، تمام. دي بيكون اسمها ايه؟ سودو سيسس. طيب عندك حالة تانية اسمها سودو سيست. ايه معنى سودو سيست؟ سيست يعني كيس، تمام، وسودو يعني كاذب، يعني كيس كاذب، مش فاهمين حاجة. شوفوا كلمة سودو سيست دي، الجملة دي بتكون مشهورة عندك في البنكرياس، تمام. قال لك إن البنكرياس أحيانا بتتجمع فوق شوية أنسجة وشوية سوائل كده، بيتجمعوا مع بعض وبيشكلوا حاجة شبه الكيس، فبيسموها فولس سيست، تمام. قال لك إن أنا عندي في حاجة تانية اسمها ترو سيست. ترو سيست دي بتكون نتيجة إيه؟ يعني برضه بيتشكل عندي كيس وشوية أنسجة بتكون فوق البنكرياس، بس دي بتكون نتيجة لسرطان، تمام. طيب الفولس سيست دي بتكون نتيجه لايه؟ قال لك ان هي غالبا بتكون نتيجه لالتهاب، انفلاميشن حصل عندي في البنكرياس، فادى ان في شويه انسجه ايه فوق، تمام. احنا عارفين ان الانسجه اللي فوق دي مش خطيره، يعني شويه التهاب هيروح، تمام. لكن الاخطر لو كان تو سيست، ده اللي بيكون نتيجه لسرطان، ممكن ينتشر ويروح لاماكن تانية غيرها، تمام. عندك كلمه تانية اسمها كلمه اوتو. قال لك اوتو دي معناها سيلف، زي حاجه اسمها اوتولايسيس او اوتو اميونيتي، تمام. شوف يا جماعه، هو في حاجه اسمها ايه، اوتو اميون ديزيز، تمام، مرض مناعي، يعني ان الجهاز المناعه بقى بيهاجم نفسه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا الانسجه بتاعتي، احنا عارفين جهاز المناعه عشان يهاجم اي حاجه بيكون لها حاجه اسمها انتي بودي، تمام، او جسم مضاد، بيعمل ايه؟ قال لك ان الانتي بودي ده بيقوم جاي رايح عندي مثلا على التشو، يقوم جاي رايح مكسره. طب التشو ده يا جدعان بتاعنا بيتكسره ليه؟ قال لك ان دي نتيجه مثلا خلل في الجين، او نتيجه لاي حاجه ادى الى اوتو اميون ديزيز، ان الجسم بقى بيهاجم نفسه. طيب لما هاجم نفسه يعمل ايه؟ يبقى بيكسر نفسه، يبقى اوتو لايسيس، يبقى اوتو اميون ديزيز بيؤدي عندي الى اوتو لايسيس، الجسم بتاعي بيكسر نفسه. تعالوا بقى نخش على الحاجه اللي بعدها. هنتكلم بقى دلوقتي عن بريفكسس ليها علاقه عندي بالامراض. اول حاجه عندنا كلمه الج او الجي، دي بيكون بريفكس معناه كلمه بين، تمام. يعني انا مثلا لو البين ده او الالم ده عندي في العضله، ده هسميه ايه؟ عضله معناها مايو، يبقى انا هسميها ايه؟ مايالجيا، تمام، ده معناه الم عضله. طيب عندنا حاجه تانية اسمها ايه، كنا خدناها في المحاضره اللي فاتت، اسمها انالجيزيا، ده كنا خدنا بمعنى كلمه مسكن للالم، ده قلنا ان معناها دي حاجه بنستخدمها للنفي، يعني مفيش الم، تمام، يبقى انالجيزيا مسكن للالم. طيب عندك كلمه تانية اسمها كارسين، في حاجة عندك اسمها كارسينوما، كارسينوما معناها سرطان خبيث، تمام، يبقى كارسين دي معناها كانسر، تمام. وفي حاجة تانية، المواد اللي بتسبب عند السرطان بنسميها ايه؟ كارسينوجين، معناها ايه؟ مسبب، جي اي ان دي معناها مسبب، بتسبب عندي مثلا لو كان الكارسينوجين تبقى بتسبب عندي سرطان. طيب كنا حاجة خدنا حاجة اسمها اونكولوجي اللي هو علم الأورام، يبقى اونك معناها تيومر، ورم. طيب اونكوجين، اونكوجين يبقى جين اللي بيسبب عندي الورم. طيب عندك حاجة اسمها لث، لث دي معناها ستون، يعني حصوة. عارفين في ناس مثلا لما بتشرب مية قليل بيتكون عندها حصوات على الكلى، طيب تكون الحصوات ده اسمه ايه؟ اسمه لاثايسيس، تكون حصوات معناه ايه؟ لاثايسيس، تمام. طيب عندك كلمة باث، وهتاخدوا مادة اسمها باثولوجي اللي هو علم الأمراض، يبقى باث معناه ايه؟ معناه مرض. طب باثوجين، احنا قلنا جين يعني مسبب، يعني حاجات بتسبب عندي الايه؟ المرض ده. طيب عندك كلمة بايو، بي واي او مش بي اي او، تمام، بايو دي هي دي ماده، اللي هي بي اي او دي ماده، دي بالواي، تمام. قال لك دي معنى كلمه بس، بس يعني صديد، تمام. لو ماده بتسبب عندي الصديد ده بنسميه بايوجينيك. الصديد ده يا جماعه بيكون عباره عن ايه؟ بايوجينيك ده الحاجه اللي بتسبب عندي زي مثلا بكتيريا، فيروس، سببت ان في انتفاخ كده او ماده بيكون لونها اصفر كده بتتكون عندي في الايه؟
في حباية أو على الجلد أو كده، القلم ده بيكون اسمه إيه بس صديد. في كلمة تانية عندنا اسمها كلمة بايرو. بايرو يا جماعة معنى فيفر أو فاير. طيب كنا خدنا كلمة المرة اللي فاتت اسمها انتي بايريتك. انتي بايريتك كنا بنقول ان هي بمعنى كلمة خافض الحرارة. طب اللي بيسبب عندي الحرارة او الحمى ديت، احنا عارفين ان الحمى الشخص بيكون الحرارة بتاعته عالية، طب اللي سببها دي بنسميه ايه؟ بايريتك. هو بقى بيحارب البايريتك ده اسمه انتي بايريتك، مضاد البايريتك ده او مضاد لمسبب الحرارة ده. طيب عندنا حاجة اسمها كلمة سكليرو. سكليرو معناها ايه؟ معناها هارد. عارفين في مرض عندكم اسمه اثيروسكليروزيس، تصلب الشرايين اللي بينتج عنه نتيجة مثلا ان الكوليسترول مثلا يروح يسد عندي اي شريان، زي مثلا ممكن يروح يسد عندي الشرايين التاجية اللي بتغذي القلب. دي كلها حاجات. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا كلمة اسمها كلمة توكس. توكس دي يعني ايه؟ يعني سم. تمام؟ يعني مثلا عندك حاجة اسمها اكزوتوكسين، ده مثلا شخص يتسمم من حاجة من بره، تمام، من الأكل، من أي حاجة، حاجة خدها من بره أدت إن هو إيه؟ تسمم. تمام. طيب عندك كلمة ميل. ميل معناها باد أو سوء. يعني عندك مثلا هي ميل ديجيشن، عندك سوء الهضم. ميل ابزوربشن دي بيكون سوء الامتصاص، الامتصاص بتاع الأكل. يعني أنت بتهضم الأكل أول حاجة، يعني أنت لما بتاكل الأكل بعد كده يقوم جاي رايح عندك يتهضم، بعد ما يتهضم نقوم جايين عاملين ايه؟ نمتص منه المواد اللي احنا محتاجينها. احيانا الاكل اللي بيتهضم بيبقى حلو جدا بس ما بيمتصش، دي بنسميها ميل ابزوربشن. عندك كلمه اسمها كلمه زيرو. زيرو معناها جفاف، تمام، زي زيروسس. يعني الجلد مثلا يكون متكون عليه قشره كده، يعني تحس ان هو جاف كده وبيتقشر. اخر بريفكس عندنا اللي هو كلمه باكي. باكي معناها سميك، تمام، معناها ثيك. عندك حاجة اسمها باكيميا، احنا عارفين ايميا معناها دم، يعني الدم هيكون ثيك، يعني هيكون لزج جدا، الفيسكوسيتي او اللزوجة بتاعته بتكون ايه؟ بتكون عالية. تعالوا بقى نخش على الحاجة اللي بعدها. زي ما اتكلمنا عن بريفكت ليها علاقة عندي بالأمراض، هنتكلم بقى دلوقتي عن سافكس ليها علاقة عندي بالأمراض. أول سافكس عندنا اسمه أوما. أوما برضو معناه تيومر، تمام، زي مثلا حاجة اسمها بلاستوما. بلاستوما دي اللي بتكون خلايا جذعية. هتاخدوا عندكم حاجة اسمها فايبروبلاست، أوستيوبلاست، دي كلها خلايا بتدينا اي حاجه اخرها كلمه بلاست يبقى بتصنع لنا خلايا او بتتكسر بسرعه فبتدينا خلايا تانية. طيب عندك حاجه اسمها ريتش. الاتش دي بتكون سايلنت معناها فلو. اشهر كلمه هيموريدج معناها نزيف. عندك كلمه حاجه ريا، اللي احنا قلنا الاتش بتكون سايلنت زي ما احنا قلنا، زي حاجه اسمها ايه؟ اسمها رينوريا، الرشح ده بيكون في الانف. او حاجه اكتر شهره من الناس اسمها دايريا، اللي هو بيكون اسهال. قال لك ان انا عندي فيه سافكس اسمه ايديما. ايديما معناها سويلي، انتفاخ، زي مرض اسمه ليمفيديما. ليمفيديما ده ورم يحصل عندي في الليمف، الاوعيه الليمفاويه بتاعتي، فده هيؤدي عندي الى ايه؟ ايديما، انتفاخ كده. الايديما شبه ايه كمان يا جماعه؟ شوفوا الصوره دي كده، مثلا دي رجل واحد نورمال، دي رجل واحد عنده ايه؟ ليمفيديما، شايف منتفخه ازاي؟ نتيجه مثلا للتجمع بتاع الفلويد اللي هنا. طيب عندك ايه كمان؟ قال لك عندي سافكس كمان اسمه لايسس. لايسس معناه ايه؟ تكسير، زي ما احنا خدنا كلمه اوتولايسس، ان الخلايا بتاعه المناعه بتاعتي بتكسر نفسها. عندك حاجه ثانيه اسمها هيمولايسس. الهيمولايسس دي يا جماعه هيمو مش هومو، هيمو يعني حاجه ليها علاقه عندي بالبلد، بالدم. هيمولايسيس ده بيحصل ايه؟ مثلا لو انت عارفين اللي هي البلد جروبينج، اللي هي المجموعات بتاعه الدم اللي الواحد بيكون عنده فصيله الدم بتاعته بتكون ايه او 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 ما اعرفش ايه، لما انت بتنقل لواحد فصيله دم مش مكمله، يعني مثلا الاو ده ما ينفعش ياخد اي فصيله دم غير او، تمام، فانت لو اديته ايه هيحصل عندي ان الخلايا اللي انت اديتها له، خلايا كريات الدم الحمراء، هيحصل لها هيمولايسيس، هتتكسر عندي. ليه؟ لان الانتي بودي اللي في الجسم هتقوم جايه مكسره لك، بسبب المضاد اللي في الجسم كسر ايه الاجسام ديت. هتاخدوها بالتفصيل في مديول 3 اللي هو مديول البلد. عندكم في برضه سافكس تاني اسمه ماليسيا، تمام، ده معناه ايه؟ معناه ان الحاجه دي بتكون سوفتنج، تمام، يعني الحاجه دي بتكون لينه. عندك حاجه اسمها تراكيو ماليسيا، ده بيكون إيه؟ ايه ان التراكيه بتكون لينه، اللي هي القصبه الهوائيه. شوف يا جماعه، انتوا عندكم في الجهاز التنفسي اول حاجه تنزل عند القصبه الهوائيه كده، وبعد كده بتقوم جايه متفرعه عند الايه؟ لجزئين، تمام، الجزء اللي لفوق ده قبل ما تتفرع ده بنسميه تراكيه، تمام، هي دي اللي بتكون لينه. طيب لما تكون لينه هيحصل عندي ايه؟ قال لك ان هي المفروض كده لما في حاله الايه؟ الانسبيريشن، انت بتاخد النفس، وانت في حاله الاكسبيريشن بتطلع النفس، بتطلع النفس، بتقوم جاي الشكل بتاعها بيكون كده، شايف الحته دي بتلتوي. طيب لما بيحصل بقى الشخص اللي بيكون عنده ان التراكيه دي بتكون لينه، شايف القصبه اللي هي بقى ايه؟ بقى الحجم بتاعها اقل، يعني هنا شايف الهواء يقدر يخش براحته، لكن هنا شايف الهواء تحس ان هو ايه؟ تحس ان المكان ضيق. طيب لما يحصل عندي اكسبيريشن، قال لك ان يقوم جاي تيجي تطلع نفس، ما هوش عارف يطلعها، تمام. طيب تعالوا نكمل. قال لك ان احنا عندنا حاجه اسمها نيكروزس. نيكروزس يعني ايه يا جماعه؟ يعني تعفن، تمام، او موت. زي حاجه اسمها اوستيو نيكروزس، كنا بنقول اوستيو معناها حاجه ليها علاقه عندي بالبون، بالعظم، تمام. نيكروزس يعني عفن، تمام، يعني حصل ايه؟ قال لك ان احنا عندنا العظم لما كل حاجه في الجسم يا جماعه بتحتاج عندي دم،
بتحتاج عندي انك تديها دم. الدم ده بالنسبه لها زي الاكل، النيوتريشن بتاعها، تمام، الغذاء بتاع اي اورجان في الجسم، كل حاجه في الجسم محتاجه دم، ايا كانت عظم، عضلات، كل حاجه، اعضاء، كل الحاجات دي محتاجه عندي ايه، دم. حتى القلب اللي بيضخ الدم لكل الجسم هو كمان محتاج دم، بياخد دم عن طريق الكورونري او الشرايين التاجيه، تمام. فقال لك ان انا عندي مثلا العظم لما ما يوصلوش دم يحصل له نيكروزيس. طيب عندك حاجه برضو اسمها سبازم. سبازم يعني ايه؟ يعني كونتراكشن، تمام. كونتراكشن يعني العضله بتاعتي مثلا تنقبض بس ما تنبسطش. احنا عارفين ان احنا العضله عشان تعرف تحرك ايدك بيحصل عندك انقباض، كونتراكشن، انبساط، ريلاكسيشن، تمام. قال لك ان السبازم دي حاله بيحصل ان العضله بتقوم جايه يحصل لها كونتراكشن بس ما تقومش جايه عامله ريلاكسيشن خالص، تمام. زي مثلا ما بتشوف لعيبه الكوره يحصل لهم مثلا كرامب، العضله راح جايه ايه، انقبضت وراح جايه واقفه، دي بيسموها سبازم او كرامب، تمام. هتقول لك يوم جاي بيفكوا الكرامب، تمام. زي حاله اسمها برونكو سبازم. برونكو سبازم يعني القصه اللي يحصل لها ايه، ان هي راح جايه واقفه ما عملتش الكونتراكشن بتاعها، بتلاقي الهواء ايه، مش عارف الشخص ده يتنفس خالص، راح جايه قافله، يعني عملت عندي وضع الاكسبيريشن بتطلع الهواء خلاص، وتقوم جايه واقفه كده ما تقدرش ايه تعمل ريلاكسيشن، فيرجع الوضع، ترجع الحاجه لوضعها الطبيعي، تمام. طيب عندك حاجه اسمها ستيزيس. ستيزيس يعني ايه؟ يعني تثبيت، بنستخدمها في مصطلح اسمه هيميوستيزيس. هيميوستيزيس دي عمليه ايه؟ ستوبج اوف بليدنج، ايقاف النزيف. عندك حاجه اسمها ستينوزيس. ستينوزيس يعني الحاجه دي بتكون ضيقه، وهنا الترجمه غلطانه، اسمها ايه؟ الحاجه دي هتكون ضيقه، تمام. طيب لما يحصل ان الحاجه دي هتكون ضيقه، ده هيؤدي عندك لايه؟ قال لك تحصل عندي حاجه مثلا لما الشريان مثلا يكون ضيق، يحصل عندي حاجه اسمها ستينوزيس. ستينوزيس يعني الحاجه دي هتكون ضيقه. خلي بالك يا جماعه، انت مثلا لما تكون ماسك خرطوم ميه، تمام، والميه قاعده تطلع دلوقتي من الخرطوم، لما انت تقفل الخرطوم، تقفل فتحته من قدام، يحصل ايه؟ ان الميه بقت بتطلع بغزاره، وبيحصل لها ايه؟ بتعمل كده صوت صرير. فده اللي بيحصل عندي في الايه؟ بيحصل عندي في الشريان. لما الشريان عندي بيبقى ضيق بيعمل عندي صوت كده اسمه ستينوزس. عشان كده احيانا لما بتحط السماعات ممكن تسمع الصوت بتاع الاستينوزس ده، اللي هو الصوت بتاع الصفير. اخر حاجه عندنا بقى، هنتكلم بقى دلوقتي عن سافكس مهم عندي عشان الدياجنوسس، التشخيص. بص يا جماعه، في مصطلحين مهمين جدا عندنا، مصطلح اسمه بروجنوزس ومصطلح اسمه دياجنوزس. الفرق ما بينهم، بروجنوزس ده يعني انت دخل عليك العيان كده في العياده، في العياده دلوقتي، وداخل واقف قدامك وانت يا انا حاسس ان الشخص ده عنده معرفش ايه، انا توقعت من غير ما اعمل اي حاجه، من غير ما اساله ولا اطلب تحاليل ولا اعمل اي حاجه، توقعت المرض بتاعه من غير ما اعمل اي حاجه، بيكون اسمها بروجنوزيس. احنا خدنا كلمه برو يعني قبل، كنا خدنا كلمه برو يعني قبل، وبوست يعني بعد. برو يعني قبل، جنوزيس اللي هو ايه، اللي هو نوليدج، ده معرفه، تمام. يعني قبل ما نعرف اي حاجه احنا جايين مشخصين الحاجه دي اسمها بروجنوزيس. طيب ايه هو بقى الدايجنوزيس؟ دايا معناها ثرو، جنوزيس معناها معرفه، يعني من خلال المعرفه. طيب ايه الحاجات اللي بتعرفني بقى المرض الحقيقي بتاع الشخص ده؟ قال لك الهيستوري. اول حاجه اشوف هل هو كان عنده امراض قبل كده، هل هو كان بيشتكي من حاجه قبل كده، هل والده مثلا تعبان، عنده مرض وراثي، عند والدته ممكن يجي له مثلا ما اعرفش ايه، يعني اشوف الهيستوري بتاعه، تمام. طيب هعمل اكزامينيشن، هفحصه، يعني هو جاي مثلا ايه، اشوف مثلا، اشوف نبضاته، اشوف ما اعرفش ايه، اروح اطلب منه التحليل الفلاني، اقول له روح جيب لي كذا وكذا، يبقى انا كده ايه، عملت له اكزامينيشن، فحصته. اخر حاجه اللي هي الانفستيجيشن، اقعد اساله بقى يا عم انت بتشتكي من حاجه، ما اعرفش ايه، ايدك اللي بتوجعك، ولا ما اعرفش انت دي اول مره تجي لك، حسيت بيها قبل كده، من امتى حسيت بالوجع، دي كلها اسمها انفستيجيشن، تمام. دي كلها بتؤدي عندي الى التشخيص، هيستوري واكزامينشن وانفستيجيشن. اخر حاجه عندنا هناخد كلمات ليها علاقه عندي بالدراكس، كلمتين بس، وكده يعتبر خلصنا المحاضره بتاعتنا وخلصنا الانترودكشن من كده. عندك كلمه هيب معناها نوم، هيبنوتيك منوم، يعني لو ماده منومه او دراجز مثلا بيؤدي ان الشخص ده بينام بنسميه هيبنوتيك دراج. عندك حاجة اسمها نارك، ناركو، ناركو دي ليها معناها يخدر، تمام. يبقى ناركوتيك دي مادة مخدرة، يعني مخدرة مش قصدها ان هي مخدرات، يعني قصدها مخدرة اللي هي زي بينج او حاجة كده، تخدير موضعي، تمام. وبكده نكون خلصنا الحمد لله المحاضرة الثالثة عندنا، وتعتبر يعني الأخيرة في الانترودكشن، تعتبر الرابعة عندكم في الكلية، يعني عشان لو انتوا حاسين ان في اختلاف ولا حاجة، تمام. شكرا لكم جميعا وبالتوفيق.